السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد عبر قناة ملوك ساد على اليوتيوب. النهاردة إن شاء الله مع بعض هنتكلم عن تردد قناة MBC 3، واحدة من أهم القنوات اللي موجودة على النيل ساد. طبعا القناة دي بيبحث عنها الجميع، والكل بيسأل عن تردد قناة MBC 3 على قمر نيل ساد 2023. طبعا القناة يمكن استقبالها على جميع أنواع الأجهزة، سواء جهاز HD أو جهاز SD. يعني لو انت كان عندك جميع انواع الصفر، سواء كانوا صفر عادي او صفر HD، فيمكن استقبال القناه بكل سهوله. طبعا تردد القناه هو تردد 11470، معدل الترميز 27500، والاستكتاب عمودي. وطبعا التردد ده لازم نظبط اشارته بشكل كويس علشان نقدر نستقبل اشاره تردد قناه MBC 3. تردد تاني يا جماعه 11470، 11470، 27500، والاستكتاب هيكون عمودي حفل بي. ويلا بينا نبدا نروح نعمل بحث على الجهاز الاس دي اللي هو العادي خالص، ونقدر نشوف اشاره القناه شغاله ولا لا. طبعا عشان نبدا ننزل تردد ونعمل بحث عن قناه ام بي سي سي بي، اول حاجه كده بندوس على زر المنيو، تمام، وبعد كده بندور على حاجه اسمها انشاء قناه، ندوس عليها، تبدأ تكتب التردد. هنا بنكتب التردد 11470، وبتكتب 27500، والاستكتاب بتخليها حرف الفي. بعد كده بتنزل على كلمة حر مجاري، بندوس اوكي. بنلاقي بص القناة بتبدأ تنزل معانا، وبالفعل القناة نزلت معانا على التردد ده، وده كان تردد قناة MBC 3. بنبحث عنها في قائمة القنوات ديت، ده تردد القناة على قمر النايل ساد. في النهاية الناس متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.